مقطع جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة مسكت معاي أبي ألعب إكس أو. دورت لعبة على طول إكس أو وأبي ألعب، بس ببساطة طبعا صار لي فترة جدا طويلة ما لعبت إكس أو، فممكن ناس التكتيكات اللي كنا نسويها زمان. المهم لا تنسوا لايكاتكم ودعمكم. هذه اللعبة حاليا طبعا كبداية ممكن يلعبون ضد الإي آي، أتوقع ممكن بعد شوي نلعب ضد ناس أونلاين ما أدري. المهم خلينا نجرب اللعبة. أول ليفل راح نلعبه راح يكون إيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبتدي بالنص. أوكي اخترت النص على طول اختار. أوكي خلينا نجح فوق. اوكي سكر علي الموضوع على طول. ما سكر شيء. لا دقيقه فزت عليه، فزت عليه يا حبيبي. اوكي اذا اول جيم فزنا فيه، نروح الحين للجيم اللي بعده. حاليا 1-0 انا فايز عليه. شوي شوي ترى ممكن يصعب علينا الوضع. نختار مره ثانيه في النص. اوكي اختار هالمره هني. انا راح اختار هني. اوكي حبيبي حبيبي انت سهل سهل. لا انا ابي شيء اصعب، ابي شيء اصعب بليز. 2-0 يلا اخترت هني، اختار هني، اختار فوق. يا ليل يا اخي صعب الموضوع. بليز بليز ما ينفع. انا جاي بلعب اكس او بمنافسه، ابي تعادلات وفوز وكل شيء يا حبيبي. هذا شو وضعه؟ يلا عاد صح 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 معايا، افوز عليك مليون مره. صح صح اوكي. لا سيد ليش سيد ليش. اوكي او 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 كان يقدر يفوز يا جماعه، كان يقدر يفوز ولا ضيعها. انا بعمل بدايه ضيعت الموضوع يعني. اوكي اوكي حبيبي صعب. يلا نص نص. اوكي انا اختار بنفسي. زين اقدر اضغط هني واختار تو بلايرز. اوكي شنو يعني تو بلايرز؟ ما ادري. المهم اني اخترت الحين. اوكي تو بلايرز يعني احنا اثنين. اوكي اوكي لا وان بلاير وان بلاير. اوكي نلعب وان بلاير. اوكي من جديد. حلو 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 حلو. يلا اوكي معلش الحين جيم طبيعي اتوقع. يلا بسم الله اختار الاي اي. طبعا هاي صعوبة ميديوم، ها يعني الحين ضدنا المفروض يكون جدا ممتاز. اوكي شوفوا شوفوا كيف فاهم التكتيكات. اوكي اول تعادل تعادل ليتس جو. الحين اللعب ممتاز. هلا ابي انا اختار في النص، اختار هني، اختار هني. سكرها، اختار هني ايضا سكرها. خلونا نجي هني هم سكرها، واجي هني اسكر عليه. اذا تعادل تعادل. خلينا نحاول نلعب على الزوايا المرة هذه. انزين اختار هني، سكرها على طول، سكرها على طول، وايضا سكرها، سكر على هني. تعادل اوكي. الظاهر المتوسط كله تعادلات، لكن يعني نتمنى انه يغفل، نتمنى انه يغفل. لا مو راضي يغفل والله، مو راضي يغفل. خلونا اجي هني سكرها بعد. خلوني اسكر هذه. تعادل تعادل اوكي تعادل. المتوسط ما حد يفوز. خلوني اجي في النص هني سكرها هني. ايوه اخيرا اخيرا يا جماعه 1-0. اوكي الذكاء الاصطناعي كانه انسان، يعني ممكن انه يغلط وممكن يفوز عليك وممكن انك تفوز عليه. يلا نختار هني، تعال هني، تعال هني. اوف اوه تدرون كنت ما كنت راح احطه هني، كنت راح انسى. حطيته هني وني سكرت عليه. لحد الحين فايز عليه 1-0. ابي حلو حطيت عليه اصعب شيء. وش راح يصير؟ في شيء اصعب من هذا اصلا؟ اوكي ني ني خلوني يا جماعه احط هني. فهمني. اوكي اوكي خلوني اجرب انا اخذ الدائره هذه المره، فهو بيحط اول. اوكي التكتيكات تختلف لما تلعب انت ثاني. نحط هني، سكر عليه، سكر عليه. فاللعب صاير دفاعي، الحين اللعب دفاعي، فالحين هو حط في البداية، أنا بحط هني، حط فوق، حط هني، شوفوا كيف؟ حط فوق. ما ركزت فيها والله، أوكي 1-1 ما ركزت فيها، اللعب في الدفاع أصعب. ممكن إنك يعني تنسى الموضوع شوي. عفاز، حبيبي سيد ركز، سيد ركز، حط هني. هني لا 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 والله الدفاع اصعب، والله الدفاع اصعب يا جماعه. حطيت في النص، حط هني، حط هني. افضل حل اكتشفته اني ابتديها باني احط في النص، يعني في الدفاع، في الدفاع احط في النص بهالطريقه. شوفوا كيف قاعد صعب على الموضوع. لا والله لا والله صعبت الموضوع ولا شيء. جدا صعب في الدفاع، جدا 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 صعب في الدفاع. يا طيب اوكي خلينا نحاول نتذكر هني شو لازم اسوي بالضبط.
شنو لازم اسوي بالضبط؟ اوكي اوكي فاز فاز اني مو مركز فاز اني مو مركز سيد ركز سيد ركز اكس او والله سهله اوكي في شيء ما في كل شيء بسيط حط هني حط هني تعادل اوكي حاليا هم 6-0 ها حط هني 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 اوكي تعادل اوكي اوكي يلا قاعد اقفل صح هني او ماي جاد سيد ركز يا اخي ما قاعد انتبه قسم بالله هذا المكان الوحيد اللي ممكن يفوز فيه هذا الحين المكان اللي ممكن يفوز فيه تعادل 7-0 7-0 الفاشل في الدفاع جدا صعب اوكي اوكي ما في اي مكان ممكن يفوز فيه هو فراح احط هني ها سكرها بس تعادل تعادل اللي بعده فوق سكر عليه سكر هني تعادل كالعادة حط هني حط هني هني يا اخي انسى بالغلط اوكي 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 كنت راح في مكان ثاني اشوى اشوى اخيرا فزت عليه اخيرا فزت عليه والله اكس او اكتشفت انه يبي لها تركيز سابق ما كان يبي لها تركيز ليش فرق الموضوع سكر هني تعادل الحين صحيت انا الحين انا صحيت حط هني بهالطريقة ممكن يفوز يا سيد يا سيد والله ما كنت نسيت ما انتبهت يا الله هني ها هني ممكن يفوز وهني ممكن يفوز ففاز فاز ببساطة فاز يعني لا حطيت هني فاز ولا حطيت هني فاز فاكتشفت اللي يلعب أول اللعب بالنسبة له أسهل خلنا نجرب إيزي حاليا شوف مع بعض كيف الموضوع هل راح يكون بالصعوبة هذه ولا لا لا إيزي فعليا إيزي صعبها أوكي أوكي تعادل تعادل إيزي في الدفاع ممتاز بس فست أوكي خلونا الحين نجرب ان احنا نلعب هارد لكن انا راح اكون المهاجم اوكي انا راح اكون المهاجم بسم الله خلينا نشوف اتوقع او ماي جاد اتوقع ان الفوز مستحيل في اللعب هذا سكر سكر جدا صعب جدا صعب تفوز اكس او هارد حط هني 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 سكرها حاولت العب بطريقه شي صعب الموضوع هني 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 اوف 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 راح نلعب على واحد اللي يفوز مره واحده هو الفايز صعبه 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 ما قاعد يضيع انتبه له انتبه لي يا سيد انتبه لي اتوقع ان نسبة الغلط نادرة جدا يب نسبة الغلط نادرة جدا ما يغلط مستحيل ما يغلط والله شنو ما يغلط ما يغلط نسبة الغلط صعبة حاول ركز معاه اسوي شيء اسوي تكتيك يصعب على الموضوع فاهمنها 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 ايوه 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 اوكي هني هني فوزت يا جماعه فوزت بسهوله اوكي ما عليه الحين راح يكون عندنا الجيم الاخير راح يكون دفاع لكن بنفس الشيء نفس الصعوبه بشوف شنو التكتيك اللي ممكن يتبعه اوكي اخذ هني واخذ هني فالصح اتوقع اني اجي في الزاويه اخذ الزاويه فاز فاز يا جماعه بس حط هني حط هني حط هني خلوني اجرب نفس التكتيك راح العبه لكن انا المهاجم اجرب نفس التكتيك حط هني حط هني شفتوا كيف قفلها قفلها على طول فالحل لما تجي في الزاوية
وتحطه هني، الحل انك تحط فوق. فالحين اذا رجعت مره ثانيه دفاع اوكي ودخلت على نفس الصعوبه، ابى اطلع تعادل، بس ابى اطلع تعادل لان حرفيا جدا 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 خلاص خلينا نمشيها هذه. يلا بسم الله اوكي، حط في الزاويه صح اوكي، راح احط في النص، حط هني تحت، راح احط هني، راح احط هني، راح احط هني، يا سعاده. بس هذا اللي كنت ابيه، كنت ابى اتعادل معاه في الدفاع لان الدفاع جدا صعب. حط في النص، حط هني، حط فوق، حط هني. انا قاعد ادافع، بس انا قاعد ادافع. اوه يا سيد، حرام عليك، حرام عليك، واضحه كيف ما شفتها. اوكي سكرت هني، سكر هذه، اوكي تعادل. الحين مركز، الحين مركز تمام، هني هني اوكي. اللعبه هذه ممكن تطور لعبك في الاكس او، مع انها لعبه بسيطه بس راح تطور لعبك. تمام تمام، الدفاع لان اصعب شيء، فانت لازم تركز. تمام اوكي اوكي، اخر خطوه نروح هارد نلعب هجوم ونشوف مع بعض كيف بيكون الوضع. اللعب دائما اطراف، ها فاهم منها، شكلتها فاهم منها، مشكلة فاهم منها. اللعب أطراف، اللعب أطراف، صعبة، اللعب أطراف صعبة. فإذا يا جماعة نكتفي بهذا، لعبنا إكس أو اليوم. من عجبكم المقطع ضغط زر لايك، شاركوا في القناة، أشوفكم على خير إن شاء الله في مقاطع أخرى من لعب هذا ألعاب ثانية. مع السلامة. اللايك أمر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.